التقليد السنوي ومن البرامج المركزية للاتحاد الأدباء والكتاب السريان إقامة مهرجان بالشعر السرياني 100%. يحمل هذا المهرجان اسم الشاعر والفيلسوف والمفكر الكبير برديسان الذي عاش بين قرنين الأول والثاني الميلادي في مملكة الرخاء والتي تقع ما يسمى ببلاد الرافدين العليا، ميزوبوتاميا العليا حاليا في دولة تركيا. وهذا المهرجان يتضمن قراءات شعرية، دراسات نقدية، فعاليات فنية يشارك بها شعراء من العراق وخارج العراق ومن أوروبا. وتوقف هذا المهرجان لعدة سنوات لظروف مادية بحتة، ولكن كان من خطة الاتحاد أن يباشر ويستأنف هذا النشاط ككونه من النشاطات المركزية للاتحاد. واليوم ما هو إلا استئناف لهذا المهرجان، ولكن بطبعة خاصة، وهو المهرجان السادس للشعر السنياني الذي يقام في بلدة في قرقوش بغديدة في سهل نينوى. كون من أهداف الاتحاد إنعاش المشهد الثقافي السرياني في بغديدة بعدما تعرضت بلدة سهل نينوى إلى ما يسمى بالجينوسايد الثقافي على يد الداعش الإرهابي منذ عام 2014. أما أن لماذا يقام هذا النشاط في هذه الظروف؟ لنا رسالة كبيرة في هذا الموضوع، وهي أن يجب أن يكون ونثبت للمجتمع أن المثقف هو النخبة، والنخبة عليه أن يكون له موقف وأن لا يتوقف عن تقديم الإبداع والجمال والسلام إلى المجتمع من خلال قصائده ومن خلال كتاباته الإبداعية. ولكن يأتي هذا المهرجان بطبعة محدودة لا يتجاوز 20-25 مشارك، ومنهم الكادر الإعلامي. وإقامة هذا المهرجان جاء تنفيذا لرسالة الاتحاد وأهدافه، وهو إنعاش المشهد الثقافي في بلدات سهل نينوى ومنها بغديدة.